طيبين. القمح بيمصر لحضراتكم ايه؟ مصدر ممكن. مصدر رزق. ان شاء الله يكون محصول مبشر بالخير. واحنا شايفين اللي يعني ما شاء الله السنابل ديت يعني يعني كان فيها مجهود كبير منكم، ربنا يديكم الصحة يا رب. بنرحب بحضرتك معانا في يوم السابع دكتور رضا محمد علي رئيس الحملة القومية للقمح على مستوى الجمهورية. سيادتك منور حقول ديار بنجم بالشرقية، واحنا شايفين ما شاء الله يعني السنابل لوحدها بتتكلم، يعني حابين حضرتك بقى تكلمنا يعني يعني ايه اللي يعني ابهك حضرتك من اللي انت شفته النهارده في حقول ديار بنجم؟ طب الحمد لله ان محافظه الشرقيه من المحافظات الرائده في ساعتها وفي ساعتها القمح. بنتكلم على المحافظه زرع حوالي 380 الف فدان، الاجمالي المساحه المزرعه على مستوى مصر 3.3 تقريبا، بيجيبوا لنا حوالي ما يكون 10 ل 10.5 مليون طن، بتكفي تقريبا من 50 ل 55% من احتياجاتنا. طبعا احنا الدوله بتولي اهتماماتها دايما بالمحاصيل الصيفيه وعلى راسهم طبعا القمح، عشان نقدر نوصل ب 60 70% من احتياجاتنا في خطه استراتيجيه 2025 و2030. لازم نشتغل على كذا محور تنميه، محور تنميه افقي، وده الدوله عاملاه متبنياه في المشاريع القوميه الكبيره اللي بتعملها في مشاريع زي توشكا، توشكا الخير، زي شارع عوينات، زي مستقبل مصر في طريق ضبعه. كل المشاريع القوميه دي بتتضاعف مساحتها سنه بعد سنه. مستهدفنا السنه الجايه ان شاء الله من خلال التوسع في المشاريع القوميه دي مستهدفنا نزرع ان شاء الله السنه الجايه 4 مليون فدان. دي هيوصلنا ان احنا نحقق التوازن مع محور التنميه الراسي اللي هو تعظيم الانتاجيه اللي احنا بصدده النهارده، عشان نقدر ضعفنا كل الانشاديه اللي كانت السنه دي 7000 حق تجميع انشاديه متبنيه الحمله القوميه التابعه لقسم حسن القمح مع التنسيق العقليه. بالمقارنه بالسنه اللي فاتت كانت 3500. ايه سبب الضعف؟ ان احنا يكون كل قريه حقل وتجميع انشاديه، بيتم ممارسه التوصيات الفنيه، ممارسات زراعيه مثاليه، بطريقه زراعه جديده، التعرف على صنف جديد. الهدف من ده كله ان نعظم الانتاجيه في وحده المساحه لدى اخواننا المزارعين، بدايه من اختيار الصنف تبع السياسه الصنفيه لحد اختيار الحصاد بالمحاضرات وندوات الشريعه، متواجدين معاه من اول الموسم لاخره عشان نزود المحصول بتاعه انتاجه، من ثم نزود دخله ونضمن له حياه كريمه، لان المزارع المصري هو العامل الرئيسي في منظومه القطاع الزراعي لتحقيق الهدف والامن المنشود من مصر. ما شاء الله شايفين حاجه يعني رائعه في السنابل اللي احنا شايفينها في حقول ديار بنجم، وده مجهود يحسب مديريه الزراعه والقائمين على مديريه الزراعه. حابين حضرتك تكلمنا يعني التوتال بقى المساحه المنزرعه واللي تم حصادها. طبعا الزراعه المنزرعه في حقول الشرقيه 380 فدان مزروعه، في حوالي 37000 فدان مزروعه على طريق الصافي، في حوالي 58000 فدان مزروعه على طريق السترات. طبعا طريقة الزراعة اللي هي في موسم دلوقتي، طبعا أغلبية الأراضي بتاعتنا اللي أنت شايفها بالليزر، والزراعة على المساقط أو الزراعة على السترات الآلية وفرت كمية كبيرة جدا من كمية التقاوي، لأن الأرض العادية اللي بتتزرع بتتزرع بحوالي من 60 ل 70 كيلو جرام تقاوي قمح، لكن المصاطب والسترات بتتزرع من حوالي من 40 ل 45 كيلو تقاوي، وفرت حوالي 25% من كميه التقاوي، وفرت في كميه الميه اللي بتحتاج بيها الارض الزراعيه في المصانع 59 صومعة الكمية. الساعة الميزانية للصوامع ديت طبعا بتتفق مع وزارة التموين حوالي 843. كل سنة وحضرتك طيب. من طيب يا رب يكون موسم القمح كله خير على حضرتك. خير وخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. زرع قد ايه السنة دي حضرتك؟ 11 فدان بسم الله ما شاء الله. لطيف. بيمثل لحضرتك القمح ايه بقى؟ غذاء، عيش، حياة. مصدر رزق. او مصدر رزق. احنا شايفين ما شاء الله السنابل هنا حاجه يعني مميزه، ايه اللي يميز السنابل عند حضرتك والزراعه تعمل حقل ارشادي عندك؟ والله هم بالارشاد الزراعي هو اللي عمل يعني وساعدني مساعده حثيثه ان احنا نعمل ويطلع الانتاج بالشكل ده.
يعمل ايه؟ 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 يعمل ايه